أن يكون المرء أباً يعني أن يقود في تجربة الحياة، أي في الواقع، ولده. وهذا لا يعني كبحه أو سجنه أو امتلاكه، بل جعله قادراً على الاختيار والحرية والانطلاق. بيخبرنا البابا فرانسيس عن كيفية تعامل الأب مع ابنه يلي عم بيخوض تجربة الحياة. بيوضح لكل بي إنه الأبوة بتتطلب عدم امتلاك الولد، وبتقتضي توجيه الأبناء وترك الحرية إلن حتى يختاروا الأفضل بحياتهم. صلاتنا لكل أب حتى يمنحوا الرب نعمة عدم تملك أبنائه، ونعمة قيادتهم بتجربة الحياة بحرية. الله معكم.